السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اجمد واحلى شباب وبنات في الكوكب؟ معكم صبري حسني من كورسات في البرمجة. هدف القناة انها تسهل عليك تعلم البرمجة من خلال المشاريع العملية والتطبيقات وكمان الكورسات اللي بنقدمها على القناة، بحيث تكون راجل فاهم برمجة بجد وتكون مؤهل لسوق العمل بسهولة بعد كده ان شاء الله. فلو لسه ما اشتركتش في القناة يشرفنا طبعا اشتراكك معنا علشان ما يفوتكش حاجة من اللي نقدمها ان شاء الله. طيب يا شباب، الفيديو ده تكملة لسلسلة الفيديوهات اللي قلنا هنشرح فيها ان شاء الله مشروع عملي بالجافا سكريبت من خلال استخدام الكانفاس في الـ HTML5. قلنا السلسلة دي هنقسمها على 3 فيديوهات ان شاء الله. اول فيديو كان مقدمة عن الكانفاس وتعريف بيه، كمان عملنا فيه بريزنتيشن للمشروع اللي هنشرحه بإذن الله. هسيب لك لينك الفيديو ده في الاي اللي فوق او في الديسكريبشن علشان مهم انك تشوفه قبل طبعا ما ندخل على الفيديو ده واللي هو الجزء الثاني واللي قلنا هنشرح فيه ازاي نكون او نرسم جميع العناصر المكونة للعبة بتاعتنا من خلال الكانفاس، وده طبعا من غير تحريك او تفاعل بين العناصر دي، لان الجزئية دي ان شاء الله هتكون في الجزء الثالث والاخير ان شاء الله. فيلا يا شباب علشان ما نطولش نبتدي المشروع بتاعنا على بركة الله ونقول بسم الله. بص يا سيدي، مبدئيا ده فولدر المشروع بتاعنا. عندي هنا ملفين، واحد للindex.html والتاني علشان اكتب فيه كود اللعبة ومسميه bong.js. طيب، في ملف ال HTML غيرت التايتل بالشكل ده كده، وجيت ربطت ملف ال JS في اخر البادي بالشكل ده كده. طيب، اول حاجة هعملها في ال HTML هعمل عندي كونتينر، هديله كلاس جيم كونتينر، وهاجي بقى علشان احط فيه الكانفاس او اللوحة اللي هبدأ ارسم فيها اللعبة بتاعتنا زي ما اتفقنا. هدي للكانفاس ده ID بونج مثلا علشان اختاره بعد كده بالID ده من خلال كود الجافا سكريبت، وهديله عرض ب 600 بيكسل وطول ب 400 بيكسل. طيب، مبدئيا تعالوا نفتح لايف سيرفر ونخلي المتصفح جنبنا علشان نشوف احنا بنعمل ايه بالظبط. طيب، تعالوا الاول نروح ندي ستايل للجيم كونتينر اللي عندي. هديله بوردر اخضر بالشكل ده كده، هديله مارجن اوتو علشان يكون في المنتصف، وهديله ويث فيت كونتنت علشان عرضه يكون قد عرض الكانفاس اللي جواه بالظبط بالشكل ده كده. طيب، تعالوا بقى حلوين علشان ناخد الكانفاس بتاعنا ده اللي هنرسم عليه ونروح نختاره بالجافا سكريبت بالشكل ده كده. هحطه في ثابت عندي او كونستانت هسميه كانفاس. طيب، هعمل ايه بعد كده؟ هروح اجيب الكونتكست او اللوحة الـ2D اللي هرسم عليها من الكانفاس ده. ولاحظ الكانفاس فيه منه نوعين، نوع 3D ونوع 2D، فاللي انا هستخدمه هو الـ2D. فهقول له يا معلم الـCTX او الكونتكست يعني هيبقى عبارة عن الكانفاس دوت جيت كونتكست 2D بالشكل ده كده. طيب جميل، تعالوا بقى نعمل شوية دوال من شأنها انها ترسم لي بعض الاشكال اللي عندي في اللعبة بناء على بعض المتغيرات اللي همررها للدوال دي. طيب، اول دالة عاوز اعملها دالة بترسم ريكتانجل او مستطيل، همرر لها الاكس والواي بتاع النقطة اللي هبدأ من عندها رسم المستطيل. ولاحظ ان النقطة 0 و0 في الكانفاس هي التوب ليفت كورنر مش السنتر، وكذلك برضو نقطة بداية رسم المستطيلات بتكون من التوب ليفت كورنر. طيب، همرر كمان عرض وطول المستطيل اللي عاوز ارسمه وكذلك اللون بتاعه. طيب يا سيدي، هرسم ازاي المستطيل ده؟ هقول له الـCTX او اللوحة بتاعتنا اللي برسم عليها هديها في الستايل باللون اللي داخلي، بحيث لو انت لونت حاجة بعد كده تتلون باللون ده. طيب، هاجي اقول له بعد كده في الريكت يعني لون لي بقى يا معلم مستطيل على اللوحة دي. المستطيل ده موقعه على اللوحة دي هيكون X و Y اللي داخلين لي،
والعرض والطول بتوعه هيكونوا الويتس والهايت برضو اللي مررتهم وشكرا. تعالوا نختبر بقى الدالة دي. فتعالوا مثلا نرسم بيها مستطيل بيغطي مساحة الكانفاس كلها. فهقول له ارسم لي مستطيل بيبتدي من النقطة 0 و0 وطوله وعرضه هو طول وعرض الكانفاس نفسه بالشكل ده كده، وهديله الكالر ببلاك بالشكل ده كده. ولو سيفت هتلاحظ فعلا ان المستطيل اترسم عندي اهو والحمد لله. طيب تعالوا نعمل دالة تانية. بترسم لي ايه يا معلم؟ بترسم لي سيركل او دايرة. طيب هتاخد مني الاكس والواي، وده بيمثل نقطة السنتر بتاعة الدايرة، كمان الار او نص قطر الدايرة، وكمان الكالر او اللون اللي هرسم بيه. طيب نفس اللي عملته فوق، هغير اللون اللي هلون بيه للون اللي داخلي. هاجي بعد كده وارسم الدايرة. فهعمل ايه؟ مبدئيا هقول له ان انا هبدأ ارسم مسار عن طريق دالة البيجين باث بالشكل ده كده. بعد كده هقول له المسار ده هيكون عبارة عن مسار دائري عن طريق دالة الارك بالشكل ده كده. طيب المسار الدائري ده هيكون المنتصف بتاعه عند النقطة اكس واي اللي مررتهم، ونص القطر بتاعه هو الار. والمسار الدائري ده هيكون عبارة عن دايرة كاملة. فهبتدي رسم من الزاوية 0 لحد الزاوية 360 اللي هي ماس دوت باي اللي هي 180 درجة، يعني في 2 بالشكل ده كده، علشان يديني 360 درجة بالشكل ده كده. والبارامتر الاخير ده بيتحكم لي في اتجاه الرسم مع عقارب الساعة او عكس عقارب الساعة على حسب هو ترو او فولس. وفي حالتنا دي مش هتفرق لاننا هنرسم دايرة كاملة، فحطها اي حاجة. طيب هاجي بعد كده واعمل كلوز باث للمسار اللي رسمته، وبعدين هلونه باللون اللي عندي عن طريق دالة الفل بالشكل ده كده. طيب تعالوا برضو نختبر ونروح نستدعي الدالة دي باي قيم علشان ترسم لي دايرة. هقول له ارسمها لي في النقطة 100 و100 مثلا بنص قطر 50 وبلون ابيض بالشكل ده كده. طيب تمام جدا. عاوزين نعمل ايه بعد كده؟ عاوزين نعمل دالة برضو بتكتب لنا نصوص، فهسميها draw text وهتاخد مني النص نفسه اللي هكتبه، وكذلك موقعه في الاكس والواي، وكذلك اللون بتاعه. طيب برضو زي ما عملت هغير الفيل ستايل للون اللي داخلي. طيب هاجي بعد كده واخلي الفونت اللي هكتب بيه بالتالي، هديله سايز ب 45 بيكسل والفونت فاميلي بفانتازي علشان شايفه ملائم للعبة. وهاجي بقى علشان ارسم التكست ده عن طريق دالة في التكست في البوزيشن اكس وواي بالشكل ده كده. وتعالوا برضو نجرب الدالة دي وهمرر لها النص نفسه، وبعدين مكانه، وبعدين اللون بالشكل ده كده. طيب جميل قوي قوي يا شباب. هي دي الدوال اللي هنستخدمها ان شاء الله في رسم الاشكال اللي هتكون اللعبة بتاعتي بعد كده ان شاء الله. طيب يا سيدي ركز معايا في اللي هقوله لك ده. اللعبة عندي بتكون عبارة عن شوية فريمات او صور بتتعرض ورا بعض، والمفروض طبعا ان مع كل صورة برسمها اماكن العناصر بتتغير بناء على المكان الجديد بتاعها. طيب علشان الصور دي ما تترسمش فوق بعض، باجي قبل ما ارسم اي فريم جديد وامسح كل اللي كان مرسوم الاول. طيب هعمل كده ازاي؟ بسيطة يا سيدي، هاجي اعمل دالة هنا اسمها ريندر، ودي اللي هتكون مسؤولة عن رسم العناصر مع كل فريم. وهاجي في بدايتها وقبل ما ارسم اي حاجة، وفاكر الدالة اللي كنت برسم من خلالها المستطيل اللي كان بيغطي مساحة الكانفاس كله واللي هو بيمثل الباك جراوند بتاعة اللعبة بتاعتي، هاجي وارسمه في البداية هنا بالشكل ده كده علشان يغطي الفريم اللي كان قبله بالشكل ده كده. وخلينا نغير الباك جراوند بتاعة اللعبة للون ده كده. طيب بعد كده بقى هبدأ ارسم بقية العناصر في اماكنها الجديدة اللي عندي. طيب يا شباب دالة الريندر دي هستدعيها ازاي؟ هستدعيها عن طريق لوب بيتكرر 60 او 50 مرة في الثانية على حسب انت عاوزه يتكرر كم مرة يعني. طيب هعمل كده ازاي؟
هاجي اعمل دالة عندي اسمها الجيم مثلا، ودي اللي هحط فيها دالة الريندر ودالة الابديت بعد كده ان شاء الله. طيب دالة الجيم دي المفروض اني هحطها في لوب بيتكرر 60 مرة في الثانية، فهاجي هنا واعمل كونستانت او ثابت هسميه FPS، واللي هو بتحكم بيه في عدد الفريمات في الثانية. طيب هاجي بعد كده واستدعي دالة الست انترفل، واللي بدورها بتستدعي لي دالة معينة كل عدد معين من الملي سكند، فهستدعي دالة الجيم كل 1000 ملي سكند او كل ثانية يعني على الـ FPS علشان تستدعيها 60 مرة في الثانية الواحدة زي ما قلنا. لو سيفنا دلوقتي هتلاحظ انه بيستدعي دالة الريندر فعلا، وبالتالي الخلفية لونها اتغير بالشكل ده كده، وطبعا اللوب ده شغال زي ما اتفقنا بمعدل 60 مرة في الثانية الواحدة. طيب تعالوا بقى علشان نرسم بقية العناصر اللي هتكون اللعبة بتاعتنا ان شاء الله. طيب اول حاجة هرسم الشبكة اللي هتكون عندي في منتصف الملعب، فهرسمها عن طريق دالة عندي هسميها درون نت، وتعالوا نروح نعرفها. طيب قبل ما اكتب الكود بتاعها عاوز مبدئيا اروح اعرف نت اوبجكت، واللي هو هيكون عبارة عن اوبجكت بيحتوي على جميع خصائص الشبكة اللي عندي. هاجي هنا في المكان اللي فوق ده علشان اعرف جميع الاوبجكتس اللي هستخدمها في اللعبة ان شاء الله. اول حاجة هعرفها النت اوبجكت، واللي هيحتوي على التالي: الاكس بوزيشن اللي هرسم من عنده النت، واللي هيكون عبارة عن عرض الكانفاس كله على 2، وهاجي اطرح 1 نظرا لاني هخلي عرض النت ب2 بيكسل، فانا عاوزها تترسم في المنتصف بالظبط. طيب هخلي الواي بوزيشن بتاعها بصفر علشان تبدأ رسم من الحافة اللي فوق، وهخلي الويتس ب2 زي ما اتفقنا، والهايت ب10. ولاحظ ان الهايت هنا هو ارتفاع الخط الواحد فقط مش ارتفاع النت كلها، والنت هتتكون من مجموعة من الخطوط دي تحت بعض. طيب هديلها كولر باللون الاخضر ده برضو. طيب تعالوا بقى علشان نرسمها من خلال الخصائص بتاعتها دي. هعمل فور لوب من الاي بتساوي 0 لحد ارتفاع الكانفاس كله، وهزود الاي كل مرة ب5. ليه بقى؟ علشان اسيب فراغات ما بين كل مستطيل والتاني زي ما هنشوف. طيب جوه الفور دي هاجي ارسم مستطيلات بقى يا معلم. الاكس بتاعها هيبقى النت دوت اكس، والواي هيكون عبارة عن النت دوت واي، وكل مرة هجمع عليها الاي، والعرض والطول هو النت دوت ويدث والنت دوت هايت. طيب لو سيفت هتلاحظ النت ظهرت عندي بالشكل البديع ده كده يا ريس. طيب بعد ما رسمنا النت عاوزين نرسم ايه؟ عاوزين نرسم السكور عندنا، واللي هيكون عبارة عن تكست او نص. ببساطة ممكن ناخد الدالة دي من هنا كده كوبي، واللي كانت بترسم لنا نص، هغير هنا بس النص ده مبدئيا هخليه بصفر مثلا على اساس انه هيكون السكور يعني، وهنحط البوزيشن بتاعه مبدئيا مثلا كده، وهنظبط فيه برضو دلوقتي. طيب هخلي الكولر بتاعه برضو باللون الاخضر ده كده. طيب ده هيكون السكور بتاع البلاير ان شاء الله، وتعالوا نغير في الصفر ده كده. تمام جدا. طبعا القيمة دي مش هنسيبها كده، لا احنا بعد كده هناخدها من السكور بتاع البلاير وبتاع الكمبيوتر ان شاء الله. طيب تعالوا نعمل برضو السكور بتاع الكمبيوتر بنفس الكود برضو، ولكن هنغير البوزيشن بتاعه في الاكس اكسس بالشكل ده كده. وخليني معلش سريعا اظبط برضو في الموضع بتاعهم لمكان انسب بالشكل ده كده.
طيب تمام جدا، دي القيم اللي استقريت عليها في الاخر. طيب يا شباب عاوزين نرسم ايه بعد كده؟ عاوزين نرسم المضربين بقى، المضرب بتاع البلاير والمضرب بتاع الكمبيوتر. والموضوع بسيط جدا زي ما عملت مع النت قبل كده، برضو هروح اعرف two objects، واحد للبلاير وواحد تاني للكمبيوتر، علشان اجمع فيهم الخصائص اللي هرسم من خلالها المستطيلين دول. فالبلاير هرسمه في البداية والاكس بتاعته بصفر علشان يترسم من اقصى الحافة الشمال، والواي بتاعته هتكون عبارة عن ايه بقى معلم؟ هتكون عبارة عن ارتفاع الكانفاس مقسوم على 2، فده هيجيب لي منتصف الملعب بالظبط. وانا في الحقيقة مش عاوز ابدأ رسم المستطيل من منتصف الملعب بالظبط، فهاجي واطرح نص طول المضرب من الكلام ده، واللي هو البلاير هايت على 2، والمتغير ده هعرفه دلوقتي فوق ان شاء الله علشان اتحكم بيه في طول المضارب عندي. طيب بالنسبة للعرض برضو هعمله بثابت وهروح اعرفه دلوقتي ان شاء الله، والكلر بتاع البلاير هديله لون ازرق مثلا، والسكور بتاعه هيبدأ من الصفر. طيب تعالوا نعرف الثوابت اللي هتتحكم عندي في اللعبة دي فوق بالشكل ده كده، وخلينا نخلي ارتفاع المضارب بمية بيكسل مثلا، والعرض بـ20. طيب برضو الكمبيوتر هيبقى فيه نفس الخصائص بتاعة البلاير مع اختلاف موقعه بس على الاكس اكسس بالشكل ده كده. طبعا الحسبة دي سهلة وبسيطة تقدر تستنتجها بسهولة، ولكن خلينا نعرف الهايت او ارتفاع المضارب هنا علشان نسينا نعرفه، واللي هو هيكون عبارة عن البلاير هايت بالشكل ده كده. طيب عرفنا البلاير والكمبيوتر اوبجكتس وعرفنا الخصائص بتاعتهم اللي هنرسمهم من خلالها، فتعالوا نروح نرسمهم. هنرسمهم عن طريق دالة الدرو ريكت بما انهم هيكونوا مستطيلات عندي. طيب هرسم الاول البلاير بالخصائص بتاعته بالشكل ده كده، بنفس الطريقة برضو هرسم الكمبيوتر بالخصائص بتاعته برضو. طيب ممكن نغير لون الكمبيوتر علشان نميزه عن البلاير، فممكن نروح نديله لون احمر بالشكل ده كده. طيب يا شباب رسمنا المضربين بتوع البلاير والكمبيوتر، وبالمرة برضو خلينا نغير التكست بتاع السكور هنا للبلاير دوت سكور، وده برضو كذلك للكمبيوتر دوت سكور. طيب لو سيفت هتلاحظ انهم بأصفار برضو، وده لاني فعلا مدي للقيم دي فوق قيم مبدئية بأصفار، ولكن لو غيرتها هنا هتلاحظ انها بتتغير بدون مشاكل عندي بالشكل ده كده. طيب تمام جدا. طيب فاضل لنا ايه يا حلوين؟ فاضل لنا اننا نرسم الكرة بتاعتنا بقى اللي هنلعب بيها. طيب الكرة دي ببساطة هتكون عبارة عن سيركل، فهاجي اخد الدالة اللي بترسم لنا سيركل عندنا علشان ارسم من خلالها الكرة. طيب الخصائص دي بنفس الطريقة برضو هروح اخدها من اوبجكت برضو هعرفه عندي وهسميه بول علشان يحتوي على خصائص الكرة بتاعتنا. طيب البوزيشن بتاع الكرة دي مبدئيا هيكون في المنتصف، اكس بيساوي عرض الملعب على 2 والواي بارتفاع الملعب على 2. طيب الريديوس او نص قطر الكرة هنخليه بـ10 مثلا، السبيد او السرعة اللي بتتحرك بيها الكرة هنخليها في البداية بمتغير هنسميه مثلا بول ستارت سبيد علشان نتحكم بيه في سرعة الكرة في البداية، وتعالوا نروح نعرفه. هديله قيمة مبدئية ولتكن 1 مثلا.
طيب يا شباب ركزوا معايا في الحتة دي لانها مهمة. الكرة دي وهي بتتحرك هيكون ليها اتجاه بتتحرك فيه، واللي هو بيمثل متجه الحركة بتاعتها. طيب متجه الحركة ده بنسميه الفيلوسيتي، وده بيكون له قيمتين، قيمة في اكس وقيمة في واي، وبناء على القيمتين دول سواء بالموجب او السالب اقدر اتحكم في اتجاه حركة الكرة. فلو كانت قيمة الاكس بتاعت المتغير ده بموجب وكذلك قيمة الواي، فاتجاه الحركة هيكون يمين لتحت، ولو كانت قيمة الاكس بتاعت المتغير ده بسالب وقيمة الواي بموجب فاتجاه الحركة هيكون شمال لتحت، ولو كانت قيمة الاكس بتاعت المتغير ده بسالب وقيمة الواي بسالب فاتجاه الحركة هيكون شمال لفوق، ولو كانت قيمة الاكس بتاعت المتغير ده بموجب وقيمة الواي بسالب فاتجاه الحركة هيكون يمين لفوق. فاللي انا هعمله دلوقتي ان انا هعرف متغيرين هنا اسمهم velocity x و velocity y، علشان دول اللي هيتحكموا لي في اتجاه الحركة، خد بالك، بتاعت الكرة زي ما اتفقنا، وهنديهم قيم مبدئية بخمسة وخمسة، وهنبقى بعد كده ان شاء الله نعكس اشارات القيم دي بناء على اتجاه حركة الكرة او المفروض تتحرك ازاي. طيب هدي للكرة برضو لون وليكن اللون الازرق اللطيف بتاعنا ده. طيب لو سيفت دلوقتي هيظهر لي الكرة البيضة اللي كنت رسمها تحت، فتعالوا نروح نغير خصائصها لخصائص الكرة بتاعتنا. فهعدل الخصائص بتاعت الدايرة دي بالشكل ده كده، فهتظهر الكرة بتاعتنا الجميلة في المنتصف بالشكل ده كده. طيب يا شباب بكده بفضل الله خلصنا الجزء الثاني من المشروع بتاعنا، واللي رسمنا فيه جميع الاشكال اللي هتكون اللعبة بتاعتنا بفضل الله. لسه بقى الجزء الثالث والاخير ان شاء الله اللي هنبدأ نحط فيه ان شاء الله الروح للعبة بتاعتنا، بحيث نقدر نحرك العناصر بتاعتنا جوه اللعبة ونتحكم فيها ونضيف التفاعلات بين العناصر وهكذا. اتمنى يا شباب اكون بسطت الشرح على الناس، والفيديو يكون عجبكم واستفدتم، وما تنساش يا ريس لايكك الجميل وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد مننا ان شاء الله، واستنوا ان شاء الله الفيديو الجاي، والى ذلك الحين ما تنسوناش من دعواتكم يا شباب. وفي الختام اللهم صل وسلم على خير الانام، كان معكم صبري حسني من قناة كورسات في البرمجة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.